مرحبا، نحن من جديد بالأبليكيشن الخاص بباستالينا. رح نتعلم شغلة جديدة بهذا الفيديو. رح نتعلم كيف نستخدم عنصر جديد من عناصر البابل. هذا العنصر بيسمح لنا نقرأ بيانات من الداتا ونعرضها على الصفحة الموجودة عنا. العنصر اللي رح نستخدمه اسمه Repeating Group. أول شغلة رح أعملها، رح أسحب جروب وحطها على الصفحة الأساسية حتى أجمع فيها العناصر اللي رح ضيفها. بعدين رح أسحب Repeating Group وضيفها ضمن الجروب الأساسية اللي ضفتها على الصفحة. أول ما بضيف Repeating Group رح يأخذ مجموعة من القيم الافتراضية الموجودة عنا، شيء مثل العدد، الأسطر والأعمدة، ومجموعة من القيم اللي بتكون افتراضية موجودة بالبرنامج. رح أعدل بعدد الأسطر والأعمدة حسب طريقة الظهور اللي أنا بفضلها. ممكن اختار سطر وثلاث أعمدة لو كنت حأعرض ثلاث عناصر بشكل أفقي، أو بالعكس ثلاث أسطر وعمود واحد لو كنت حأعرض بشكل عمودي. رح نعمل شوية توسيط للعناصر لحتى يصير ظهورها بشكل أفضل بالصفحة الأساسية، ورح أنتبه كتير منيح أنه ما يكون في تداخل مع العناصر المضافة مسبقا. حلو، إذن هاي هي Repeating Group، ورح تكون مسؤولة عن عرض صورة واسم لوصفة من وصفات الباستا اللي رح نشاركها مع زوار الموقع. منين رح نجيب الصورة واسم الوصفة؟ البيانات الموجودة بالRepeating Group رح تقرأ تلقائيا من الداتا. عندنا نوع بيانات اسمه Recipe. لو دخلنا على الأب داتا ونقلنا على New Entry وعبينا البيانات Description واسم الوصفة، وأكيد حملنا صورة، بمجرد ما أنقر على Create العنصر رح يتم إضافته للداتابيز. ممكن نضيف Entry جديد وأكيد حمل صورة. كمان لما حاضغط على كرييت رح ينضاف العنصر لقاعدة البيانات. نرجع على الديزاين، كيف ممكن طلع هاي العناصر بالRepeating Group؟ أول شغلة نقرتين على Repeating Group لحتى طلع خصائصها. رح اختار التايب اوف كونتنت، رح اختار Recipe اللي هو العنصر اللي أضفنا أو نوع البيانات اللي أضفناه. كمان لو هون ححدد الشكل اللي حتظهر فيه Repeating Group لما أعمل Preview. كل واحدة من الخيارات رح توفر صديقة عرض مختلفة. حأخذ الفول ليست ورح أجيب صورة ضيفها بأول خلية من خلايا Repeating Group. كيف حيعرف إنه هاي الصورة حنجيبها من الداتا؟ رح نرجع على خصائص Repeating Group، حيروح على Data Source، رح أعمل Search وأبحث عن Recipe. على الصورة رح أخذ بيانات ديناميكية، رح أخذ القيمة الحالية للخلية وأختار الصورة. بما أنه نوع البيانات اللي هو الريسيبي بيحوي اسم، كمان ممكن استغل هاي الشغلة لحتى أعرض اسم الوصفة كمان على Repeating Group. رح أجيب تكست اسحبه وضيفه على Repeating Group. انتبه انه تكون ضمن Repeating Group بس مو ضمن الصورة. وكمان
كمان رح أبيها ببيانات ديناميكية. رح أخذ اسم الريسيبي. وهيك الموضوع بيكون صار جاهز. ممكن أعمل بريفيو لحتى أشوف ظهور العنصر بالصفحة الرئيسية. وهي باستا لينا، وهذا العنصر الجديد. طلعنا ضايفين صورتين من نفس الشكل، ما في مشكلة. لما تجرب تعمل تطبيق لهذا العنصر عندك بالبيت، حمل 3 صور مختلفة. نشوفكم بالفيديو الجاي.